مشاهدينا والمزيد من الحوار والتعليق ينضم معنا عبر سكايب من فلسطين المحلل السياسي سيد جمعة التائه. بداية مرحبا بك سيد جمعة. في حصاد هذه الليلة تطورات وتصعيد تشهده غزة بعد إعلان حالة الحرب من قبل إسرائيل، السؤال هنا إلى أين سيستمر هذا الصراع؟ ما هي احتمالية تطوره إلى منعطف خطير خصوصا بعد دخول واشنطن كجهة ساردة في إرسال المساعدات العسكرية لتل أبيب؟ تفضل لك الكلمة. بداية مساء الخير لك والأخت الكريمة ولجمهور المشاهدين. هو الوضع خطير، لا ينتظر حتى يصير خطير، وهو خطير وخطير جدا بالمناسبة، لأن دولة الاحتلال استفاقت على عمل فدائي استثنائي محكم، عمل تاريخي سيعمل فارقة في التاريخ، تاريخ الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وسيقلب الطاولة والأوراق في المنطقة، وسيكون له انعكاساته على كل يعني ليس على فلسطين فقط أو على يعني الكيان الاحتلال، إنما على المنطقة برمتها وربما على السياسة العالمية. لذلك لوهل الصدمة وللخسارة التي منيت بها دولة الاحتلال، نعتقد أنها سوف تقوم ب وليس لها أي خيار آخر، وهو التدمير ويعني الوحشية والقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، من الأطفال والنساء ومن المقاومين ومن جميع الشعب الفلسطيني، لأنها تريد أن تستخدم هذا الأسلوب، وبالمناسبة تستخدم هذا الأسلوب في كل حروبها، كي يعني تقول للشعب الفلسطيني ولجمهور المقاومة وللمقاومة وقيادتها أن المقاومة والمواجهة وتوجيه الضربات للكيان الإسرائيلي لا يخلف إلا هذا الدمار وهذا يعني الخراب لغزة وللشعب طيب. الفلسطيني طيب. بعد هذا الدعم الأمريكي أعتقد أنها يعني سوف يعني تقوم أكثر فأكثر، ولكن السؤال الأهم هو هل ستحقق أهدافها؟ لأول مرة تشن حرب بلا أهداف، الهدف الأول والأخير هو الانتقام والثأر وتوجيه ضربات، ليس هناك أهداف إنما للشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وبالبنية التحتية وشعبه يعني بكافة أيضا فئات. طيب واضح، يعني هل لك أن تنقل لنا سيد جمعة عن الأوضاع الإنسانية في هذا القطاع بعد التضييق والحصار الكامل الذي فرضته القوات الإسرائيلية؟ يعني ما إمكانية تدخل منظمات دولية أممية جمعية الهلال الأحمر في فتح ممر إنساني، أم إن الأمر يعني الآن صعب في ظل هذه الأوضاع؟ أريد أن أجيب على هذا السؤال من ناحيتين، الناحية الأولى فعلا هو الوضع كارثي، كارثي من الناحية الإنسانية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية يعني الأمنية، شعب تحت القصف، تحت النار، تحت المتفجرات، لا يوجد طعام، مأوى، 140 ألف نازح، 900 شهيد، 4000 أو أزود من الجرحى والمصابين، تدمير كامل، كل هذا. لكن في المقابل أيضا هناك اليد العليا ما زالت للمقاومة، الشعب الغزي لم يكفر بالمقاومة ولم يتلفظ بأي كلمة يعني تستنكر هذا الفعل، أو المقاومة ما زالت تهتف للمقاومين، والشعب الغزي تعود على الحروب الإسرائيلية، يعني في سنة 2014 51 يوم شنت القوات الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء إلى 2400 شهيد وآلاف الجرحى. فهو شعب متعود على هذا، لكن يعني لنقل صورتين، صورة هناك صمود أسطوري وهناك مقاومة أيضا، حتى الكيان رغم توحشه لم يستطع تطهير المقاومين من المستوطنات التي قاموا بالسيطرة عليها. لكن على العالم حقيقة أن يتدخل من خلال يعني بعث المساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة للأطفال والنساء والشيوخ والذين ليس لهم دخل بمثلا المقاومة، ولكن دائما الكيان الإسرائيلي يعاقب الحاضنة الجماهيرية، دائما يعاقب العقاب الجماعي. لقد أغلق معبر رفح وقام بقصفه، وقام بإغلاق محكم على قطاع غزة برا وجوا وبحرا،
كي لا يعني يصلها أي مساعدة من أي أحد في العالم. طيب يعني هل تعتقد أن المواقف الدولية وبعض الدول العربية وكما تعلم موقف العراق الواضح تجاه القضية الفلسطينية يعني قد تنجح في وقف إراقة الدماء باعتقادك؟ ما الحل بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ هل المشهد الآن يعود به الأمر إلى إعلان هدنة أو وقف إطلاق النار؟ نعم، هو يعني الحرب لا تثبت للأبد، سوف تنتهي الحرب، سوف تنتهي الحرب آجلا أم عاجلا، ولكن عندما أعتقد يعني في نظري يعني حسب خبرتي أو نظرتي معرفتي بالمؤسسة بالعقلية الصهيونية وبالسياسة الصهيونية في التعامل مع الشعب الفلسطيني في هكذا حروب وهكذا أوضاع، أعتقد أنها لن توقف الحرب حاليا حتى كما قلت تدمر أكبر عدد ممكن وتقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، وهي تستخدم بالمناسبة عقيدة الضاحية التي أعلنت عنها 2006 عند الحرب على حزب الله، عندما قام حزب الله بتدمير الدبابات 120 دبابة في الجنوب اللبناني، فتبنت عقيدة الضاحية وهي حرق الأخضر واليابس وجعل العدو يمكث سنوات وهو يلملم بأوراقه وهو يعيد الإعمار كي لا ينشغل في التجهيز وفي المواجهة العسكرية ضد الاحتلال. لذلك هذه هي يعني في كل حروب هي يركز على المدنيين ويركز على العزل في الوقت الذي تركز فيه المقاومة على المحاربين، ونحن شاهدنا صور يعني صور يفتخر بها الفلسطيني ويفتخر بها كل حر في العالم عندما دخل أحد المقاومين إلى النساء واستأذنها بأن يأكل كرن الموز. نعم. كذلك لم يقتلوا النساء ولم يقتلوا الأطفال في الوقت الذي تقوم على مرأى ومسمع العالم دولة الكيان الإسرائيلي يعني تحطيم غزة وبقصف النساء والأطفال. بالمناسبة نصف الشهداء هم من النساء والأطفال. نعم، حدثنا عبر سكايب من فلسطين سيد جمعتي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة.